السلام عليكم، وياكم هاشم. اليوم عدنا تجربة للعبة ببجي موبايل على جهاز الايفون، هو الايفون 13 برو ماكس. طبعا هذا الجهاز نازل في سنة 2021، وهي تجربته لسنة 2023. وهذا الجهاز طبعا راح يجيلك بشاشة هي من نوع السوبر ريتنا اكس دي ار اولد، راح تدعم لك ال 120 فريم، وايضا ال اتش دي ار 10 بلس والدولبي فيجن. وهنا الشاشة هي نسبة استحواذها 87% من الجهاز مع تقنية البروموشن، مع معدل التحديث هو من 60 الى 120 فريم. وهنا معالج الجهاز هو الابل بايونيك اي 15، مصنع بتقنية 5 نانومتر، وسرعته هي حوالي 3023 جيجا هيرتز. فهنا الجهاز طبعا راح يقدم لك صوت محيطي وصوت عالي الجودة بتقنية الدولبي ديجيتال بلاس، وايضا الدولبي اتموس، فراح يقدم لك صوت مثالي بالالعاب وخاصة بتصفح المحتوى. اما عن البطارية والاستخدام الشخصي والالعاب، فهنا البطارية هي بحجم 4352 وتدعم الشحن السريع بتقنية الباور دليفري 2.0، يعني الشحن السريع ما بين 20 الى 25 واط، وايضا الشحن اللاسلكي هو 15 واط. وهسه نجي لصرف البطارية في الالعاب. فهذا الجهاز اكيد مثل ببجي موبايل راح يعطيك تقريبا 4 الى 5 ساعات وحسب الدقة اللي مخليها، فاذا على 90 فريم اكيد راح يصرف اكثر. اما عن الاستخدام الشخصي، فهذا الجهاز راح يعطيك استعمال يوم كامل بدون اي مشاكل، وكمل عندك اليوم. وهاي اهم مواصفات الجهاز. اذا تريد تعرف اكثر عن الجهاز تقدر تبحث في اليوتيوب او في موقع ابل الرسمي، وراح يعطونك كافة تفاصيل هذا الجهاز. وهي تجربتي للعبة ببجي موبايل على هذا الجهاز. ان شاء الله استفدت من الفيديو، يعجبكم خليكم بالفيديو. I need a weapon. Marked a location. Marked a location. Marked a location. Attack the mark.